شهدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تدشين المستشفى الملكي التخصصي لبرنامج التعاون الدولي مع عدد من الخبراء المعروفين عالميا في مجال جراحة العظام من مستشفى جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. ويأتي هذا التعاون من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة وتوفير علاج عالمي في البحرين، حيث ستتيح هذه الخدمة للمرضى الحصول على التشخيص المناسب دون تكبد عناء السفر. فصل جديد من الخدمات الطبية المتقدمة التي يطرحها المستشفى الملكي التخصصي في توفير الرعاية الطبية في المنطقة من خلال استقطابه لخبرات طبية عالمية على أرض المملكة لتقديم خبراتها في المجال الطبي الخاص بالعظام، وذلك من خلال التعاون الذي تم تدشينه في مجال جراحة العظام بشراكة بحرينية بريطانية من قبل مستشفى جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. إطلاق برنامج التعاون الدولي مع مستشفى مثل مستشفى أكسفورد في بريطانيا، هذه راح يعزز من جودة ونوعية الخدمات الصحية اللي يقدمها المستشفى في مجالات مختلفة، ومنها اللي اليوم أطلقناه وهو برنامج تعاون دولي في مجال علاجات العظام والعمود الفقري. قد يكون هناك حاجة لبعض التخصصات الدقيقة، وعندهم كذا نوع من تقديم الخدمة، مثل يعني ما نقول تقديم الاستشارة عن بعد، وبالتالي الأطباء اللي موجودين هني يقدرون يقدمون هذا العلاج محليا، أو استقطاب طبيب زائر لتقديم العلاج في بعض التخصصات. طبعا هذه كمبادرة وبداية للتعاون بيننا احنا وبين هذه الأخصائيين في أكسفورد، تكون عندنا مثل نقطة مراجعة إلى الحالات الصعبة أو المستعصية أو اللي تحتاج إلى اختصاص معين في أكسفورد. إن شاء الله بنبدي مثل نوع من التلي ميديسن بالإنترنت علشان استشارات إذا في حالات صعبة، أو بدل ما يعني نوفر على المريض السفر البعيد. هذه الخبرات المتنوعة التي يستقطبها المستشفى الملكي التخصصي ستتيح المجال أمام المرضى للحصول على علاجات متعددة ومناسبة دون الحاجة إلى السفر للخارج. أنا سعيد بتواجدي في البحرين وأن أكون ضمن هذا البرنامج الذي يسعى إلى توفير بعض العلاجات الدقيقة في مجال العظام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطواقم الطبية في مجال طب العظام والمجالات الأخرى. أنا متحمس لتقديم خدمات العلاجية للحالات المستعصية والدقيقة في العظام والمفاصل، فهذا التعاون سيفتح أفاقا رحبة للحصول على التشخيص والعلاج المناسب للمرضى وهم متواجدون على أرضهم. برنامج متقدم يقدم خدمات متنوعة لا تقتصر على المرضى فقط، بل تمتد إيجابياتها إلى الطواقم الطبية الوطنية التي تتعاون مع أقرانها لتقديم أفضل الخدمات الطبية وكسب الخبرات العالمية. شراكة استراتيجية من المؤمل أن تحقق فوائد كبيرة لكلا المؤسستين، وستساهم في النهوض بالرعاية الصحية في المنطقة لما لها من دور كبير في تبادل المعرفة في مجال طب العظام بمملكة البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.